صحيفة سبورت تقدمت كشف حساب لنادي برشلونة، ذكرت فيه 6 صفقات فاشلة وأمتيتي الوحيد الذي برز في دوري الأبطال. الصحيفة ذكرت أن النادي أنفق 123 مليون يورو للتعاقد مع كل من أندري غوميش، دينيس سواريز، باكو الكاثير، سامي الأمتيتي، لوكادين وسيلسين، وأقامت بإحصاء القيمة التي دفعها برشلونة لكل لاعب وعدد الدقائق التي شارك بها منذ انضمامه للفريق. فمنذ نهائي دوري الأبطال عام 2015 شهدت تشكيلة برشلونة تغييرين فقط بمشاركة سيرج روبرتو مكان داني ألفيش وأمتيتي مكان ماتشيرانو.